للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي عبر الهاتف. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. صندوق التنمية الديمقراطية الأمريكي يقول إن واشنطن قلقة من تزايد النشاط الإيراني في العراق، يعني إلى أي مدى هو قلق على مكاسب أمريكا في هذه البلاد؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا الحرب أو الصراع بين إيران والولايات المتحدة الآن ينتقل إلى الساحة العراقية، والولايات المتحدة ستعمل، ونقصد من الولايات المتحدة هنا إدارة ترامب وليس البنتاغون الذي يقف بوجه ترامب. تريد إبعاد إيران عن الساحة العراقية كما بدأ إبعاد إيران وطردها من الساحة السورية بشكل تدريجي منذ ما يقارب شهرين. وأصلا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي المشكلة التي أرغمت الولايات المتحدة بإلغاء الاتفاق النووي، الذي هذا الاتفاق هو في الأساس بين الولايات المتحدة وإيران بالإضافة إلى بعض الدول على هامش هذا الاتفاق؟ يعني هناك إشكالية يبدو في وجهة نظر الأمريكية، نقصد إدارة ترامب، اتجاه هذا الاتفاق مع إيران، وتريد تأطير أداء جديد لإيران في المنطقة. لكن هذا الأداء يتعارض مع بنية النظام الإيراني، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد تغيير بنيوي في داخل النظام الإيراني وابتعاد إيران بشكل تدريجي عن فكرة الجمهورية الإسلامية والعودة إلى ترتيبات ما قبل ثورة 1979 في الداخل قبل الخارج، وبعدها سيتم تأثير ذلك على السياسة الخارجية. هذا ما ترفضه إيران. يعني النظام الإيراني ليس لديه مشكلة أن يتفق مع ترامب في السياسة الخارجية، لكن المشكلة أن ترامب الآن يريد من إيران تغييرات جوهرية في بنية النظام الإيراني. وإن هذه اللهجة قد تغيرت، يعني جيمس ماتس قال إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط على طهران بهدف تغيير سلوكها. أيضا يعني يرى البعض أن الإدارة الأمريكية غيرت من لهجتها تجاه إيران، فبعد أن كان الهدف تغيير النظام أصبح تغيير السلوك، وهو ما تفضلت به قبل قليل. نعم، نحن لا نقول أنه الولايات المتحدة لا تريد توافقا مع إيران، بالعكس الولايات المتحدة تريد توافق جديد مع إيران. طبعا جيمس ما يقوله جيمس ماتيس لا أهمية له، لأنه يصطدم مع رؤية ترامب. ما يقوله ترامب هو المهم وليس ما يقوله جيمس ماتيس. جيمس ماتيس هو مرشح للإقالة كما جاء في الإعلام الأمريكي، وترامب يعمل على إقالة جيمس ماتيس. فالموضوع الآن يتعلق بأن إيران لن تتنازل لمطالب الأمريكية المتعلقة في البيت الداخلي الإيراني، وترامب لا يريد التعامل مع نظام يعتمد أسلوب الجمهورية الإسلامية بالحرف الواحد. فهذه النقطة الجوهرية التي الآن نرى أنه ترامب يصرح بالشأن الداخلي، ومايك بومبيو يصرح بالشأن الداخلي الإيراني أكثر من الشأن الخارجي. الآن هم يريدون من إيران تغيير سلوكيات في الشأن الداخلي. وسط حرب التصريحات هذه، يعني إلى أي مدى ممكن أو تستطيع واشنطن أن تغير سلوك إيران وتمنعها من امتلاك أسلحة نووية؟ أصلاً التقنية النووية الإيرانية هي غربية بامتياز، ووفرتها الشركات الغربية لإيران أولاً. ثانياً، إيران ليست على بمقربة الحصول على الاتفاق النووي، بعكس ما تروج لها الإدارة الأمريكية. المشكلة لا تقع بالنووي الإيراني بقدر ما تقع بتغيير السلوك الداخلي الإيراني قبل الخارجي. المشكلة هي في تغيير النظام كما يحصل. أنا أعطي مثالا وقلتها سابقا، رؤية 2030 التي تنفذ في المملكة العربية السعودية، إيران مطالبة بفعل نفس الشيء، بمعنى طرد جماعة الإسلام السياسي من المشهد الداخلي الإيراني. هذا هو المطلوب. جوهر الصراع الإيراني الأمريكي هو هذا، وإلا إيران مستعدة للتوافق مع ترامب في ملفاتها الخارجية ولا يمنعها شيء. هذا بالنسبة للسياسة الخارجية. أما بالنسبة للسياسة الداخلية، هناك مشكلة جوهرية. لا يمكن لإيران أن تقبل مطالب ترامب، هذا شيء مستحيل. يعني إذا إيران يعني على الرغم من ذلك، يعني شبكة ABC الإخبارية الأسترالية نقلت عن مسؤولين كبار بالمخابرات الأسترالية أن بعض القواعد العسكرية الأسترالية يمكن أن تلعب دورا في تحديد أهداف الضربة الأمريكية ضد إيران.
نتساءل هنا أستاذ محمد المدحتشي، إلى أي مدى تتوقع فعلا أن يكون هناك ضربة أمريكية ضد إيران؟ حقيقة الآن يعني حتى المدى الغريب غير وارد أي ضربة أمريكية ضد إيران، والولايات المتحدة غير مستعدة الآن لشان أي هجوم على إيران ولو ببروكسي يعني بوساطة بوكالة، لأنه ماتيس هو الذي يعارض أي ضغط على إيران أصلا، والمشكلة ترامب الآن مع ماتيس، وماتيس واقف بدعم النظام الإيراني ويدعم النظام الإيراني من خلال عرقلته لمشاريع ترامب التي يحاول الضغط على النظام الإيراني وتوجيه ضربات قوات إيرانية في العراق وفي سوريا. ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لم تنفذ مطالب الرئيس الأمريكي حتى اللحظة، وهناك مشكلة جوهرية، وهذا ليس شيء خفي، الإعلام الأمريكي نشر بما كفاية عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام الأمريكية. فالآن لا يمكن أن نتوقع أي حراك أو تحرك عسكري ضد إيران. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ محمد المدحتشي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.